خلال افتتاحه السنة التكوينية بمناسبة الزيارة التي قادته إلى ولاية المدية، رهن الوزير الأول على قطاع التكوين المهني لمواكبة تطلعات البلاد في خلق المشاريع وبعث الاقتصاد الوطني. يجب وضع تصوير جديد أو تصور جديد لمفهوم التكوين المهني الذي أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة. ذلك أن التكوين المهني هو الجواب لحل مشاكل الشغل للشباب المتخرجين من مراكز التكوين. الوزير الأول ثمن جهود الفلاحين والمستثمرين في القطاع ودعم الإنتاج الوطني، كما حثهم على مضاعفة العمل بما في ذلك التوجه نحو الصناعة التحويلية. لازم نديروا مصانع نتاع التحويل، مصانع التحويل هذه لازم تكون ضروري، هو تكميل الاستثمارات هذه نتاع في الفلاح، هذا شيء ضروري وحنا داخل في البرنامج نتاعنا هذا. لازم انتم ثاني تفكروا، سمعت تجملوا بعضكم وديروا مشاريع هذه نتاع مثلا التفاح، غدوه دير التفاح، دير لاكومبوت، دير العصير تاع التفاح، دير الى اخره. ما تبقاش قال التفاح برك فقط، صح الفلاح هو الهدف نتاعه هو الانتاج، يخرج الانتاج نتاعه، لكن لازم مرحله ثانيه كيما انتم في المجال تاعكم شجعوا هذا التحويل هذا. الوزير الاول اشرف خلال هذه الزياره على اطلاق عده مشاريع تنمويه بالولايه، ومنها وضع حجر الأساس لمشروع 1267 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل بابن عطلي، كما أعطى إشارة انطلاق مشروع لربط 7 بلديات بالغاز الطبيعي ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتنمية مناطق الظل.